جددت الجامعة العربية وقوفها إلى جانب الرئيس عبد الرب منصور هادي وشرعيته الدستورية في إخراج اليمن من أزمتها وتحدياتها الراهنة إلى واقع المستقبل المأمول. أمين عام جامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي وخلال اتصال هاتفي بالرئيس هادي جدد دعوته لحضور القمة العربية المقرر عقدها يومي 28 و29 من الشهر الجاري والذي يصادف الذكرى 70 لتأسيس الجامعة العربية. هادي من جانبه ثمن دور الجامعة العربية باعتبارها بيت العرب الأول والمناط بها مسؤوليات ومهام جسام في هذه المرحلة والظروف الهامة من تاريخ العمل العربي المشترك، معبرا عن تطلعه في أن يكون انعقاد القمة العربية الحالية في جمهورية مصر له الأثر المأمول الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة في توحيد الصف العربي وتعضيد الأمن القومي المشترك.